الصبح على حضراتكم وعودة مرة تانية لعشر الصبح في الأهلي، لكن اسمحوا لنا برضو بعد يعني ما نرحب بحضراتكم نحن نعزي أنفسنا جميعا على رحيل سيادة الوزير العمري فاروق، هذا الرجل المحترم اللي لو حضراتكم تشوفوا امبارح يعني شكل العزاء طبعا كان مذاع على التلفزيونات والصحف وكل أعتقد وسائل يعني السوشيال ميديا والصحافة كانت بتعرض هذا خلينا نقول الحب، مشاعر الحب اللي كانت موجودة لهذا الرجل الذي رحل. ودايما بقول الرجل أو الشخص بيرحل لكن التاريخ بيبقى، السيرة بتبقى، وسيرة العمري فاروق يعني لا غبار عليها. شخصية كانت محترمة، شخصية كانت محبوبة جدا، شخصية يتقال عليها فعلا ابن من أبناء النادي الأهلي، وهنتكلم في كل ده لأن احنا لازم نتكلم كتير جدا على هذه الشخصية المحترمة اللي فقدناها جميعا. وبجد صدقوني امبارح من مشاهد الحزن والعزاء اللي كان موجود، مش بس الناس اللي من النادي الاهلي او التابعين للنادي الاهلي او اللي بيحبوا النادي الاهلي، ابدا، ناس كتيره من كل الفئات. عايز اقول لحضراتكم انا امبارح قابلت ناس جايين من دول عربيه، الناس ممكن دلوقتي تقول ايه الافواره دي، انا بقول لحضراتكم انا قابلت صحفيين اصدقاء ليا جايين من دول عربيه عشان يحضروا عزاء العمري فاروق، الله يرحمه يا رب ويصبرنا جميعا. طبعا بضم صوتي لصوت نهاوند، واكيد يعني احنا بنتكلم على حاله حب ومظاهره حب استثنائيه تتماشى مع محبه كل المصريين دي العمري فاروق رحمه الله عليه. احنا بنتكلم على شخص شفنا ما يكفي من مشاهد تؤكد ان في فعلا يعني حب استثنائي بيكنه الجميع للعمري فاروق رحمه الله عليه، ابتداء من لحظات طبعا مراسم الدفن مرورا بواجب العزاء بالامس. كل انماط البشر كانت موجوده وكل كان في حاله حزن شديد جدا جدا جدا. احنا بنتكلم على بني ادم ما فيش اثنين يختلفوا على جودته كانسان، ما فيش اثنين يختلفوا على وطنيته كراجل مصري، ما فيش اثنين يختلفوا على اسهامات واياديه البيضاء الكثيره على الملف الرياضي. هو فقيد الرياضه المصريه وليس فقط فقيد النادي الاهلي، الكل حزين عليه والكل بينعيه، وطبعا بنتمنى له الرحمه والمغفره، وبنتمنى لكل اهله طبعا وكل محبيه الصبر والسلوان. بص يا كريم، هنرجع نقول تاني يعني الايام اللي فاتت مش كانت ايام عاديه، كان بفعلا حاله حداد في النادي الاهلي كمان على وفاه هذا الرجل المحترم طبعا نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضه الاسبق، وكتير تقدر تقول كتير جدا، واهمها هو ابن غالي من ابناء النادي واحد رجالاته المخلصين جدا، يعني فعلا كان نموذج للمسؤول. هنا بتتكلم العاشق المسؤول الحريص جدا على مصلحه وطنه وعلى مصلحه ناديه، وكان بيشتغل في كده حب، في شغف لخدمة النادي على مدى سنوات طويلة جدا. وأعتقد هو في خلالهم نقدر نقول أو خلال السنوات دي بذل كل ما لديه ان هو يقدر ان هو يخدم النادي ويخدم يعني مصالح كمان الناس في النادي والاعضاء وكل محب النادي الاهلي. الحقيقه شخصيه محترمه جدا. ممكن حد يطلع يقول لك برضو اما هو شخص توفى فلازم تتكلموا عنه كده، الكلام ده مش حقيقي تماما، والكلام ده محدش اصلا هيصدقه، والكلام ده محدش لمسه، يعني فعلا الناس حزينه من قلبها لان واحد من الشخصيات زي ما كريم قال ما بيختلفش عليه اتنين. وسبحان الله يا كريم، الناس اللي ما بيختلفش عليها اتنين هي اللي بتروح بدري. لو حضراتكم كده جيتوا شفتوا او رجعتوا شويه سنوات ماضيه هتلاقي فعلا الناس دي هي اللي بتروح بدري، هي اللي بتتركنا بدري.